كده. انا عايزه بقى اكلم استاذ محمد اشوف هو نفسه ايه، طموحاته ايه، نفسه يعمل ايه، اما ادور عليه. حتتكم جميله يا عم محمد. بص حضرتك، حتتنا دي احنا عاملين فيها زي السمك اللي ما بيعرفش يطلع من الميه. ليه ما تروح التجمع؟ مش نافع ولا تجمع ولا زايد ولا اي حاجه خالص. بعد عابدين والسيده ما تلاقيش خالص تماما يعني. فعلا بعد عابدين والسيده ما تلاقيش تماما. السيده حط تحتيهم 100 خط، ما فيش بس خط. كده اصل القاهره كلها واصل جدادنا واصل يعني هي اصلنا كلنا الصراحه يعني. طب انا عايز اقول لك على حاجه عندنا فعلا دي حقيقه والله. لما بتحصل حاله وفاه عندنا في الحاره الشارع كله بيلبس اسود، الستات كلها بتلبس اسود، هو مش قاربهم بس من الحاره، مجرد من الحاره. طبعا حضرتك متخيله ان تلاقي الكلام ده هو في المناطق الجديده؟ مش لا. ممكن، ما يحصلش ابدا. عم محمد، ايه طموحاتك واملك لشغلك للكلوك للبزنس ده بتاعك؟ شوفي حضرتك، بالنسبه للبزنس بتاعي انا اتمنى ان انا اكون يعني احسن مخللات في مصر كلها تبقى عندي. احسن مخللات في مصر؟ طبعا اتمنى ان اكون احسن حاجه عندي تكون موجوده. ده بالنسبه لمستوى الشغل يعني، والمستوى الشخصي ان ربنا يدينا الصحه ليا ولاخواتي ولاولادي، طبعا اتمنى لهم الخير كله. والمستوى البلد اتمنى مصر تبقى حاجه جميله وتبقى احسن بلد في الدنيا كلها. يا رب يا محمد، اتمنى ده كله لينا كلنا يعني. ربنا يخليك. الله يخليك. قبل ما نمشي عايزين ندي لك بقى هديه صغيره من عندنا. تعالي يا ساره، زميلتنا الفنانه ساره. الله الله، دايما بترسم صوره دي اجمل من الحقيقه. اجمل من الحقيقه كمان. لا لا بس هي حلوه برضو جدا. لا جميله جميله والله، تسلم ايديك. الأكل نعمة كبيرة قوي، وبلدنا كلها أكيلة، واللمة دايما بتأكل. شوف أكلنا في وسط العيلة، تلقى الصواني أشكال والوان، وتشوف ولايم وعزايم. وإن جيت تقوم تغسل إيدك يحلف عليك ما تروح قايم، واللي تقول لك خد دوق دي عاملاها ليكم بإيدي. تعزمني أنت المرة دي وأنا هعزم المرة الجاية.